شاء الله العدل مطلب. يعني صعب ان يعاقب لاعب مو نجم وتجاوز عن قلطة نجم. مالك غاب عن تمرين استبعد، مثل اي لاعب في النادي الاهلي. مالك قريب مننا احنا، وقريب من اللاعبين ومن الجهاز الفني، واكبر دليل تواجد مالك معنا الان مع الفريق الان في الملعب. هذا عمل انا اتوقع انه احترافي، ما في تفرقه بين لاعب واخر. هي مواجهه كبيره بكل ما تعنيه الكلمه من معنى.